أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى: الأزمات لم تنتهي والهيمنة الخارجية تعيق تطور العراق وإعماره. فبعد مضي عقدين على غزوها والبلاد لم تجد حتى الآن استقرارا دائما، يعود ذلك في نفس الوقت إلى حقيقة أن على العراق أن يتعامل اليوم مع العديد من الأزمات والصراعات السياسية والفئوية التي تحيط به كمنظومة جيوديموغرافية من كل الجهات. وكان على الشعب العراقي أن يتحمل خلال العقدين الكثير التدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية، فقدان الأمن والفساد والابتزاز والانقسامات الاجتماعية، مظالم معيشية وإنسانية وحقوقية، وآثار نقص المياه والكهرباء ومراكز الصحة والتطبيب وتغير المناخ. في وقت مبكر من عام 2019 نزل الشباب العراقي على وجه الخصوص إلى الشوارع بأعداد كبيرة، طلب المشاركون فيما عرف بحركة تشرين بوضع حد للتدخل الخارجي وإلغاء ما يسمى بنظام المحاصصة وعودة الدولة للسيطرة على مركز القرار لإنقاذ البلد ووضع حد لتقاسم المغانم بين الأحزاب على أساس عرقي طائفي. كانت هذه الأهداف للمنتفضين تهدف إلى وقف التمييز العرقي الطائفي في تشرين الأول أكتوبر 2022. شكلت حكومة أخرى ووعد رئيس الحكومة الجديد محمد السوداني باتخاذ إجراءات ضد الفساد وتحضير الانتخابات الجديدة في المستقبل القريب، ولكن بعد 6 أشهر لم يحدث أي شيء، وبات من الواضح بشكل متزايد أنه لا يمكن توقع بداية سياسية جديدة ووضع نهاية لسياسة الأحزاب الطائفية المستأثرة بالسلطة ومؤسسات الدولة ومواردها. إلى مجلة الكاردينا ومقال الكاتب عبد الرزاق محمد الدليمي يقول فيه: عقب 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراق وما تبعه من إقامة نظام سياسي جديد، لم يتوقع أحد من المختصين أو الساسة المرتبطين بالملف العراقي لم يتوقعوا أن يصدر أحد قادة العراق الجديد بحسب وصف شبكة IBS هجوماً على النظام السياسي الحالي، معلناً فشله بشكل غير مباشر وداعياً خلاله إلى تغييره بشكل جذري. ذلك الهجوم لم يأتي بكل حال من أي سياسي عراقي، بل صدر عن رئيس الجمهورية السابق برهم صالح الذي نشر في 24 نيسان أبريل الماضي ومن خلال صحيفة الفورين بوليسي الأمريكية، نشر مقالاً هاجم خلاله العملية السياسية المقامة بعد 2003، مورداً قائمة بما وصفها بالعوامل السلبية التي قادت إلى الوضع الحالي في البلاد، معترفاً بسيطرة الفساد على مقدرات الدولة. الحل للنظام العراقي الحالي هو الحل. العراق يعاني الآن من أزمة نخبوية قد تتحول إلى شكل مميت إذا ما استمر، مشيراً إلى أن نظام المحاصصة الحالي ترك أثره الواسع والواضح في نشر الفساد، إضعاف الدولة والدفع إلى عمليات عنف سياسية، مشيراً إلى الاشتباكات التي وقعت بين أنصار التيار الصدري والأحزاب السياسية على أبواب المنطقة الخضراء، الأمر الذي توقعت تكراره بشكل أكبر وأكثر دموية في حال استمرار النهج الحالي. الرئيس السابق اختتم مقاله أيضاً بأن النظام الكليوباتوقراطي، أي حكم اللصوص، هي حكومة يستخدم قادتها الفاسدون السلطة السياسية للاستيلاء على ثروة شعوبهم. الذي يحكم البلاد الآن سيقود في النهاية طبعاً، وهو جزء فعال فيه، تجريد السلطة من قوتها ويهدد كيانها بكل أشكاله، مما سيغذي العنف ويخلق الفرقة بحسب قوله، مشدداً مرة أخرى على اقتراب النظام الحالي من نهايته وضرورة إقامة النظام الجديد الذي دعا إليه. ونقرأ مقالاً بعنوان: السياسة الأمريكية تغرق في بحر من المذلة في الشرق الأوسط، للكاتب إبراهيم نوار، نشرته صحيفة القدس العربي.
تبدو الولايات المتحدة وكأنها القوة الوحيدة في العالم التي لا تدرك حتى الآن أنها لم تعد القوة المهيمنة في الشرق الأوسط. هذه حقيقة تنطبق على الرئيس جوزيف بايدن الذي لم يدرك حتى الآن أنه تحول إلى متفرج بعد أن كان صانعاً للأحداث، فأصبح بذلك موضوعاً للسخرية ومرمى سهلاً للإجراءات المذلة في الشرق الأوسط. منذ اليوم الأول لإعلانه الترشح لفترة رئاسية ثانية يوم 25 من الشهر الماضي، وبعد يومين من إعلانه الترشح لفترة رئاسية ثانية، قامت البحرية الإيرانية بتحويل مسار ناقلة نفط متجهة إلى الولايات المتحدة واحتجازها في إيران تحت سمع وبصر القوات الأمريكية في الخليج وشرق البحر المتوسط بما فيها الأسطول الخامس. فقدت الدبلوماسية الأمريكية روحها الديمقراطية، كما اختفى ذكاؤها في استخدام مقومات القوة الناعمة، وهي تبدو في معظم الأحوال أسيرة للجنوح إلى عسكرة الحلول للمشاكل التي تواجهها. ويبدو الآن أن هذه النزعة تعكس ضعفاً وعدم مصداقية، ما يؤكد تضاؤل نفوذها في الشرق الأوسط وليس العكس، كما أن تزايد تلك النزعة جعل واشنطن أسيرة لضرورات التنسيق العسكري مع تل أبيب على الرغم من الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل وتوتر العلاقات بين البلدين، إلى الدرجة التي يرفض فيها بايدن حتى الآن دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض. وعلى ضوء ما يجري في الشرق الأوسط حالياً من تغييرات جيوستراتيجية، فليس من المتوقع أن تتوقف دبلوماسية إذلال بايدن في المنطقة، وليس من المتوقع أن تنتهي حرب احتجاز ناقلات النفط قريباً، حتى إذا اقترحت واشنطن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة لتعويضها عن الخسائر، وهو ما يضع بايدن في موقف شديد الصعوبة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يزيد احتمال خسارته فيها. نشرت وكالات غربية تقارير أفادت بأن الصراع في أوكرانيا أظهر للعالم ضعف الصناعة العسكرية الأمريكية وخروجها من صورة المصنع المخيف إلى العاجز. قال الكاتب الأمريكي هال براندز في مقال له في وكالة بلومبرغ أن الصراع في أوكرانيا أظهر للعالم ضعف الصناعة العسكرية الأمريكية والتي يمكن أن تستغلها الصين. كما أعرب الكاتب عن أسفه من حقيقة أن الدولة الأمريكية قد تحولت من قوة منتجة للأسلحة بكميات كبيرة إلى دولة بالكاد تستطيع دعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا. التغيرات في الاقتصاد الأمريكي بعد الحرب الباردة فضلاً عن انخفاض الإنفاق العسكري أدى إلى إضعاف الإنتاج الصناعي العسكري في البلاد. استراتيجية واشنطن لإنتاج أسلحة عالية التقنية بكميات صغيرة تعد مؤشراً على تراجع سيطرة الولايات المتحدة على قطاع صناعة السلاح بشكل أو بآخر. وبحسب الصحفي تفاقمت هذه المشكلة بسبب الصراع في أوكرانيا، حيث تستخدم أوكرانيا الأسلحة الأمريكية بسرعة كبيرة، لكن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على تصنيع بدائل لها بالسرعة المطلوبة. إذا لم تحل واشنطن مشكلتها في الصناعة العسكرية، فلن تكون الولايات المتحدة قادرة على منع الصين من بدء حرب مع أمريكا، ولن تكون قادرة على الفوز بها. وخلص الكاتب هال براندز في مقال له في بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تخسر الحرب ضد دولة تتحدى نفوذ الأمريكي في غرب المحيط الهادئ وحول العالم. نشرت صحيفة التلغراف البريطانية تقريراً عن سياسة فصل عنصري جديد تستخدمها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وذلك من خلال كاميرات التعرف على الوجه بتقنية الذئب الأحمر. وقالت في تقرير لمراسلها أبي تشيتسمان من بيروت إن إسرائيل تنشر كاميرات التعرف على الوجه من أجل زيادة سرعة التمييز العنصري، فيما دانت منظمة العفو الدولية استخدام قواعد بيانات المراقبة التمييزية في منطقة الخليل بعد اكتشاف استخدام واسع النطاق لبرنامج الذئب الأحمر. تقنية الذكاء الاصطناعي التي يطلق عليها اسم الذئب الأحمر لم تكن معروفة من قبل، لكنها تضيف إلى ترسانة إسرائيل المتزايدة من إجراءات المراقبة ضد الفلسطينيين.
تنتشر تلك التقنية عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء الخليل، وتقوم بمسح وجوه الفلسطينيين الذين يقتربون من الكاميرات دون علمهم أو موافقتهم، ثم يقارن البرنامج البيانات بالمعلومات التي يعتقد أنها تستخدم في برنامجين عسكريين آخرين هما الذئب الأزرق وحزمة الذئب، وجرى استخدامها في الخليل منذ عام 2019. وبعد ذلك يقرر البرنامج السماح للشخص بالمرور عبر نقطة التفتيش أم لا، ويضيف تلقائياً أي وجوه جديدة إلى قواعد بياناته. وتحدث فلسطينيون عن أن تلك التقنية منعت الناس من الوصول إلى منازلهم، حيث لم يسمح البرنامج بمرورهم من الحواجز. وقالت أغنيس كالامارد الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: تستخدم السلطات الإسرائيلية أدوات مراقبة متطورة لفرض سياسة الفصل العنصري وأتمتة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. الآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. تواصل حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان حملتها لتطهير البلاد من زراعة الخشخاش الأفيون التي يصنع منها مخدر الهيروين. ودمرت سلطات طالبان أمس السبت 3 أفدنة مزروعة بالخشخاش في منطقة دان بولاية قندهار جنوب البلاد، بعد أن حظرت زراعة تلك النبتة في أنحاء أفغانستان كافة. كما حظرت أيضا حكومة طالبان أيضا زراعة القنب الهندي الذي يصنع منه مخدر حشيشة الكير. وفقا لنائب وزير الداخلية في طالبان الملا عبد الحق أخوند، نفذت وزارة الداخلية الأفغانية 3700 حملة أو عملية لمكافحة المخدرات في العام الماضي، وألقت القبض على 4650 من مجرمي المخدرات، ودمرت أيضاً 148 مصنعاً للكحول والمخدرات الأخرى، وضبطت 404 أطنان من المخدرات المختلفة، وطهرت 1147 هكتاراً من الأراضي من زراعة المخدرات. قبل أن تطأ أقدام المستعمرين أراضي القارة الإفريقية، كانت الأقنعة المصنوعة من الطين بمثابة جوازات سفر وتأشيرات للانتقال من منطقة إلى أخرى في الكاميرون وعدد من الدول في القارة السمراء، بحسب تقرير مصور لوكالة الأناضول. وقبل قدوم الأوروبيين إلى أفريقيا، كان السكان المحليون يستخدمون الأقنعة المصنوعة من الطين كجوازات سفر في عدد من بلدان منطقة أفريقيا الوسطى كالغابون، الكونغو الديمقراطية والكاميرون.
الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الفكرة المعرض أجت بداية من ورشة أعطيناها مع مؤسسة القطان لمجموعة من الفنانين الشباب وطلاب العمارة وطلاب الفنون في الجامعات الفلسطينية، كان من ضمنهم الجامعة العربية الأمريكية اللي أنا أصلاً بدرس فيها. شعرت أنه المشاركين في الورشة هم فعلياً قادرين على إنتاج كوميكس. عرضنا الفكرة على المشاركين في الورشة انه احنا بدنا نشتغل على موضوع معرض كوميكس، والمعرض غير ممول، المشروع هو مبادرة ذاتية منا احنا كناس بتحب تنتج في فن الكوميكس. احنا عمال بنفكر في انه هذا المعرض هو اول تجمع عمليا يعني للكوميكس الفلسطيني، واعلان عن انطلاقة كوميكس فلسطيني، وانه في عندنا كم من فنانين الكوميكس الفلسطيني، ورح نشتغل على خلق فرص للمشاركين سواء بتواصلهم مع دور نشر او تطوير الفكرة السنة الجاية لتكون مثلا مهرجان كوميكس ودعوة فنانين كوميكس من حول العالم لحتى كمان يعكسوا ايش بيشوفوه على الارض الفلسطينية من خلال قصصهم ومن خلال منتجاتهم اللي تنتشر حول العالم. أنا كمان تذكرت أنه كمان في فنانين كوميكس فلسطينيين موجودين في العالم كان لهم تجارب في الكوميكس وإنتاجات في الكوميكس بجوز ما طبعوا يعني كتب زي ما أنا عملت في كتاب الكوميكس الأول، بس كمان كان لهم زي الفنان سمير حرب، زي مثلا خالد جرادي وغيره من الفنانين الموجودين حول العالم وحمزة أبو عياش. فحاولنا نتواصل معهم كمان ونتواصل مع فنانين من غزة لحتى الفكرة تكون أكبر شوية، وكان ختام الفكرة بأنه كمان دعيت مجموعة من الفنانين العالميين يكونوا موجودين معنا خلينا نقول كضيوف شرف في أول تجمع كاريكاتير أو كوميكس فلسطيني. فكان وافق ستيف بوكمان ومؤسس مجلة World War 3 ماجازين في الولايات المتحدة الأمريكية، وإيثان اللي هو محرر مجلة World War 3 ماجازين. القصة اللي راح أرسمها لهذا المعرض كتبها فارس تبعني، فهي راح تكون زي قصة راح تدخل الفانتازيا بالنكبة، راح يكون في زي شخصية سوبر هيرو، فبدنا نشوف كيف هاي الشخصية بدها تشارك بأنها تحاول تقاوم الاحتلال بطريقتها الخاصة. شتى الفنون باعتقادي، مش بس الفنون البصرية، هي إثبات على وجود الفلسطيني اللي بيحمل هوية وبيحمل تاريخ وبيحمل ارتباط في هذه المنطقة. والكوميكس هو جزء من هذه الفنون سواء الفنون البصرية أو غيرها، اللي قادر على نقل بدناش نقول الرواية الفلسطينية ولكن الحقيقة الفلسطينية، لأنه هذه مش رواية وليس يعني بالعادة نقول الرواية الفلسطينية مقابل الرواية الإسرائيلية، هي الحقيقة الفلسطينية مقابل البروباغندا الإسرائيلية. لا بد من إيصال الرسالة بكل الوسائل المتاحة. إلى اللقاء.